دجلة والفرات باتا يلتقيان في محافظة ذي قار بدلا عن البصرة، ما أثر ذلك على نقص المياه وهجرة السكان؟ بالبداية أستاذ محمد، أضحى مبارك وكل عام كادر قناة الفلوجة والعاملين فيها بألف خير. وأنت بخير، شكرا جزيلا لك. حقيقة أستاذ محمد، للأسف الشديد يعني أنا أريد أنبه على نقطة مهمة جدا. قبلها تكررت كلمات وزير الموارد المائية على أنه أولوية المياه تبدأ بمياه الشرب ومن ثم الزراعة، ونسي أن بعد مياه الشرب تكون هناك الجريان البيئي اللي يعرف هوية النهر واستمرارية النهر. تكررت هذه العبارة يعني بحيث أنه إحنا اليوم فقدنا أنه بعد نوعية المياه وهوية النهر. أما بالنسبة لسؤالك، أنا أقول لا، بالعكس، الفرات يتوقف عند السماوة، وهذا ليس، هذا الأمر ليس بالجديد، خاصة بعد بناء السدود الأخيرة اللي حجزت كل مياه العراق. للأسف الشديد يعني ملف المياه نلاحظ بين الفينة والأخرى هناك تصريحات رنانة وكبيرة، في حين هو الملف يمر بأسوأ حالاته. لولا أن أتى الحل من السماء بعد أربع مواسم، كانت لولا نسبة الأمطار البسيطة التي هطلت هذا العام وأنقذت الوضع، لكان الله يعلم ما ما ماذا سيجري. وأنت جنابك تعرف قناتكم الكريمة عرضت الموسم السابق أحواض النهر اللي أصبحت ساحات للعبور، ناهيك عن التلوث البيئي المرتفع. نعم، أنا أتفق وأكرر مقولتي السابقة من خلال منبركم أنه العراق بدأ يعيش الموت التدريجي بسبب المياه، وهذا نقدر نعلله بقاعدة بيانات من ارتفاع التصحر بالأراضي الزراعية، من الهجرة المتزايدة، من فقدان التنوع الحيائي، من فقدان الملوثات. بالعكس، يمكن مناطق ليس في ذناب النهر، نتحدث تصل الشحة حتى في أسفل بغداد، مناطق قريبة عجزت حتى عن إيصال مياه الشرب. للأسف هذا الملف يعني لم يأخذ أولوية، لربما القائمين على هذا الملف أو الفاعل السياسي بصورة عامة هو لا يشعر ولا يدرك مدى خطورة هذا الملف وتداعياته، وخاصة أنه العامل الزمن بدأ يترك واقع حال من الصعب أنه تغييره. كانت هناك فرص كبيرة خاصة هذا الموسم، وخاصة عند زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، أتى في وقت مهم جدا، كان ممكن أن يصل المفاوض العراقي إلى نقاط مهمة تلزم الجانب التركي بتحديد أو تثبيت حصص العراق المائية. كان يعني هناك فرص قوية، نقاط قوة، نتحدث عن ملف أمني، نتحدث عن ميزان تجاري، نتحدث عن طريقة تنمية، نتحدث في ظرف نعم أستاذ محمد، لكن تحدثت قبل قليل بأن ربما الفاعل السياسي أو المسؤولون على ملف المياه لا يعيرون اهتماما كبيرا بهذا الموضوع. تحاول الوزارة بين الحين والآخر زيادة الإطلاقات المائية، لكن المزارعون والصيادون يصفونها بالإجراءات الترقيعية. ما الحلول المطلوبة من الوزارة إذن؟ إذا كان حضرتك تقول بأنه الفاعل السياسي لا يعيرها اهتماما، وكذلك الصيادون يقولون بأنها حلول ترقيعية، ماذا على الوزارة أن تفعل؟ نعم، أقف معك على هذه النقطة. للأسف الشديد كل الحلول هي أصبحت حلول آنية وترقيعية، وهذه سياسة بدأت تدنهجها الحكومات بعد 2003، تعتبرها خطط استراتيجية مما يزيد تعقيد المشهد. يعني ملف المياه لا يجب أن تكون هناك في حلول ترقيعية. يعني هذا الوضع نتكلم الآن، الآن أنت انتقلت للملف الداخلي عندما حدثت عن وزارة الموارد المائية. طبعا اكيد كان المفروض انه احنا في ضمن هذه الشحه المائيه، في ضمن هذا الحصار، هذا الابتزاز المائي، ان نغير عمليه استخدامنا للمياه، وهذا يقع على عاتق ليس فقط وزاره الموارد المائيه انما كل مستخدمي المياه. عندما نتكلم عن كل الجهات المسؤوله عن هذا الملف، صحيح وزاره الموارد المائيه مسؤوله عن اداره المياه وايصال الملف الخام، لكن نأتي إلى المستهلكين والقطاعات الأخرى والمحافظات وغيرها وغيرها وغيرها. لا، للأسف الشديد نتكلم كيف الوزارة الموارد المائية أن تزيد الإطلاقات. أخي العزيز أستاذ محمد، نحن بهذه الاستهلاكات نحتاج من 48 مليار متر مكعب سنويا.
مع نسبة الفقدان بالتبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والمتحقق الفعلي في هذا العام مع زيادة الإيرادات وبعض الإطلاقات التي أتت كون أن هناك توقف للخطة الزراعية لن تصل إلى 21 مليار متر مكعب. طيب لحد هذه اللحظة لم نعيد التوازن إلى السدود العراقية، لم نعيد التوازن إلى البحيرات، ونذهب أيضا بتنفيذ خطة ومساحات زراعية طبعا لا يمكن السيطرة عليها، ونذهب بنفس عملية الاستخدامات الكلاسيكية، زراعة الكلاسيكية وطرق الري القديمة، وأنا أقصد المستهلك الأكبر الزراعة. لا. يعني هذا أكيد ما يتطابق ويا الحدث ويا أهمية وضع المياه وخطورة المياه وملف المياه بالوقت الحالي. اليوم متحدث عن ملف المياه، هو ليس ملف فقط أنه يخص العراق، يعني فرضته البيئة، فرضته الطبيعة، فرض التغيير المناخي اللي أثر تأثير سلبا، لكن العراق وقع ضحية أكبر من جانبين. من جانب الأول الأمور الطبيعية اللي تتمثل بالتغيير المناخي اللي دخلتنا ضمن 5 دول، والأمور اللي من صنع الإنسان بالسيطرة من خلال بناء السدود وتجاوز القانون والعرف الدولي، والعراق مكتوف الأيدي ولم يحرك أي ساكن في هذا الاتجاه. كان يجب على العراق خاصة مع دول المشاركة المائية أن يكون أول اتفاق في أي مفاوضات وأي كلام وأي برنامج ملف المياه يكون حاضر، كونه شريان الحياة والمورد الرئيسي بالنسبة للعراقيين. لكن لاحظ دائما هذا الملف يتذيل، نعم هذا الملف يتذيل اللقاءات، بحيث لحد هذه اللحظة لم يصل العراق إلى حل مع دول المشاركة المائية سواء تركيا أو إيران لإلزامهم باتفاقية تلزم دول يعني تثبيت حصص العراق المائية. شكرا جزيلا لك من بغداد الخبير المائي تحسين الموسوي.